وحلا منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني كارلوس باستور اللي بدأ خطة الاستعداد لبطولة أفريقيا اللي هتستضيفها مصر في الفترة من 18 لحد 28 يناير اللي جاي. منتخب اليد بدأ النهاردة المعسكر الداخلي في المركز الأولمبي بالمعادي وهيستمر لحد يوم 31 أكتوبر، وبعدها هيسافر لألمانيا لخوض معسكر خارجي هيلعب خلاله ماتشين وديين مع منتخب ألمانيا أيام 3 و5 نوفمبر اللي جاي. بالمناسبة قائمة منتخب اليد في المعسكر الداخلي بتضم 24 لاعب وهينضم ليهم المحترفين قبل السفر لألمانيا بإذن الله. أما عن منتخب مصر للجمباز فرفع رصيده النهاردة في بطولة البحر المتوسط للجمباز الفني واللي بتقام فعالياتها حاليا في تركيا ل 11 ميدالية متنوعة، منها 3 ذهبيات و3 فضيات و5 ميداليات برونزية. حقق الميداليات الذهبية كل من مصطفى أحمد ذهبيتين في منافسات جهاز المتوازي وجهاز الحلق، ومحمد عطية في منافسات جهاز العقلة. وحقق الميدالية الفضية كل من مصطفى أحمد ميداليات في منافسات العقلة والفردي العام، وجودي عبد الله في منافسات المتوازي. وحققت اللاعبة شمس علي برونزيتين في منافسات جهاز أو الجهاز الأرضي، وفازت جودي عبد الله ببرونزية الفردي العالمي بجانب برونزية الفرق رجال وأيضا برونزية الفرق أنسات. أما عن تصنيف السيدات فللتنس بالتأكيد فشهد تقدم لاعبة كازاخستان إلينا رابيانكا والتشيكية ماركيتا فاندروسوفا في التصنيف العالمي اللي صدر النهاردة، واحتفظت النجمة التونسية أنس جابر على موقعها في المركز السابع. أما نجمتنا ميار شريف فحافظت على تواجدها في قائمة أفضل 50 لاعبة على مستوى العالم رغم عدم تواجدها في أي بطولة دولية بعد خروجها من بطولة بكين. طيب خلينا لسه مكملين مع التنس والسربي نوفاك جيكوفيتش اللي حافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس واللي صدر النهارده بفارق كبير عن الوصيف الاسباني كارلوس الكاراز. قائمة العشرة الاوائل في التصنيف العالمي شهدت تقدم الامريكي تايلور فريدز للمركز التاسع رغم خروجه من الدور الثاني لدورة طوكيو. اما عن العشرة الاوائل في تصنيف التنس زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشة.